واحنا بنحتفل النهارده مع حضراتكم بتأميم قناه السويس. قناه السويس هي اقصر الممرات البحريه اللي بتربط بين الشرق والغرب، تقتصر الوقت والمسافه تكاليف تشغيل السفن، عشان كده تعتبر هي الممر الملاحي الاكثر اهميه في حركه التجاره العالميه. قناة السويس تتميز بموقع جغرافي فريد يجعلها أقصر الطرق البحرية التي تربط بين الشرق والغرب، القناة الملاحية العالمية الهامة التي تصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، ويضع عليها هذا الموقع طابعاً من الأهمية الخاصة للعالم ولمصر. تقدم القناة خدماتها للسفن العابرة لها المتمثلة في اختصار مسافة الرحلة وزمنها وما يترتب عليها من توفير في تكاليف تشغيل السفن وزيادة الرحلات السنوية للسفن. ساهمت قناة السويس على مدى أكثر من قرن ونصف في تطوير حركة التجارة بحراً بين العالم، وتعتبر هي الشريان العالمي الرئيسي للتجارة البحرية العالمية، وماضيها مليء بالأحداث والمواقف. كانت قناة السويس في بدايتها تحمل ما يقرب من 3000 طن على السفن، وفي الوقت الحالي استطاعت القناة أن تحمل أكثر من 240,000 طن، وذلك يعد من أبرز مراحل تطور القناة وأهميتها باعتبارها واحدة من أهم مراكز الملاحة العالمية.